كوعوا يا اولاد كوعوا، ما فيش حد يرمز الدار داركو زي وخلاص يا حمودي. بسم الله. تعتبر حالك في اسرائيل؟ دير بالك هي راكب من سيارة الحديد يا اخي، روح تصورهم. تبقى بقى الامور هي خشوة حمودي على العواش عند المتر بيمسكوا على الجبلية. شغل بخاطر انت، كل يوم تودع اولادك. الصبح تودعهم، عندك ابصر ترجع ما ترجع. تقدر تغطي النفقات، واليوم في كل شيء غالي، من كهرباء، من مصاريف، من بيت، من مي، من أو المدرسة بده، حتى لو بدك تروح على الصحة بدك تدفع. طب أنا لو مرجعت في هذا الشغل ماجد بالنسبة لي عزو صار بقول لي يا عم يا عم، بقول لي نسي إني أنا أبوه. البعد والشو اسمه هي السجن حياة ثانية، حتى يسموها هذه مقبرة الأحياء السجن، إنه أنت عايش ومش عايش. قال اليهود ممنوع يقلطوا من هنا، هذا بيقلطوا الناس من هان، إحنا بنسكر عليكم من فوق. ممنوع إذا بتعمر إشي جديد وبتبني إشي جديد بيجوا بهدوه. بدك تعيش سواء كانت منيحة ولا مش منيحة، يعني حتى لو كانت صعبة بدك تموت، يعني بدك تموت بدك تعيش. مزبوط.